يا حلوين من اخر سفر. طبعا انا ما نزلت لكم محروقه حرق. اليوم بلشت اسوي لكم فلوج راح يكون مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو سهره. عندي حفله عرس فحاليا رايحه اخذ فستاني للخياطه. العرس بعد كم يوم وانا لسه ما مجهزه فستاني. يا سلام ما حكيت لكم هاي. فهسه راح ناخذ فستاني فستاني طبعا رايد له شغل هوايه 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 رايد له شغل. ف I'll keep you guys updated. هاي يا حلوين. طبعا اليوم يوم ما قبل العرس وراح اعمل اجفيري وراح اخذ فستاني بعدين وبدي اروح اجيب شيء للياسو لحتى يلبسه. اي ثينك ماخذ الياسو بس معي لسه ما بعرف. فراح نروح ننقي اللون مع بعض. فستاني هيك لونه على خضار شوي ف فستقي نحكي له بالعراقي. فاعتقد راح اختار نود. I'll keep you guys updated. اخترت بينك كتير فاقع بس I think راح يلبع على الفستان. والتوز عملته اللون بيجنن. يا ريتني عملته على ايدي. كتير كيوت. بس معلش يلا هلا بدي اروح اجيب فستاني ونروح نشوف شي للياسو لحتى يلبس. طبعا قلت لكم رايحة ادور شي للياسو لحتى يلبس بعد ما شفت هاد. راح اخذ زين معي. الله يعيني ادعولي. كيوت. هلا ضل بس انقي لهم الشوز. كتير كتير حبيتهم. فستاني صار جاهز. طبعا عملت هذا اللون عشان هيك يلبق مع الشوز واي ثينك راح يلبق. هذا لون الفستان. حلو 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 قولوا حلو. اكتبوا لي. يوم العرس. طبعا وصيت على هدول الاكستنشنز بس لازم نغير لونهم. انا وصيت ناتشرال بلاك بس اجوا شوي افتح من شعري فا اتس اوكي 1 بي. انا فكرت هيك لون شعري بتطلع شعري شوي اغمق مع انه شعري لونه طبيعي. فجبت صبغه لحتى نصبغه وشبت جبت هيك كم من شغله وتعالوا يلا. اوكي all done. خلصت. بدي هلا احممهم وهيك ادللهم. طبعا ما خليتهم كتير لانه مش كتير في فرق بينهم وبين شعراتي. بس ستوره انا صح. باي. نعيما هلا عصلوا. نعم مامي ريدي تروح على العرس. ورديهم شو حتلبس انت اليوم. اواعي الياسو وزينو يا حبيبي. كيوت. اهم شي نتاكد انه مرتاحين حبايب قلبي. ميك اب دون هير تايم. Hair and makeup done. يلا نروح نلبس. تعالوا تعالوا. هاي منو؟ هاي مو أني. I miss my long hair. واو واو واو. والميكب. الله الله. شنو رأيكم؟ طلعت كيوت أني. مو أني دائما كيوت بس اليوم extra cute. Thank you هدى. Oh.